السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتشر الكثير من المفاهيم الصحية الخاطئة ويتداولها الناس ويعتقدون أنها صحيحة، وفي هذا الفيديو أردنا أن نرفع الوعي الصحي ونصحح أشهر المفاهيم الخاطئة المرتبطة ببعض الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم والربو. فعند المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم، أولاً يعتقد بعض المرضى أنه لطالما لا يوجد لدي أعراض فأنا لست مصابا بارتفاع ضغط الدم، وهذا الاعتقاد خاطئ. فارتفاع ضغط الدم غالبا يكون بدون أعراض، وحسب دراسات في أمريكا فإن ثلث الناس مصابون بارتفاع ضغط الدم بدون معرفتهم. ثانيا، امتناع بعض مرضى ارتفاع الضغط عن أخذ أدوية اعتقادا أنها تسبب استمرار المرض. فارتفاع ضغط الدم هو مرض مزمن يستمر مع الشخص، والأدوية تعطى لضبط الضغط ومنع المضاعفات، وليس لها علاقة في استمرار المرض. ثالثا، التوقف عن استخدام الدواء عند تحسن الضغط ووصوله للطبيعي وأخذه عند ارتفاع الضغط فقط، وهذا خطأ. فالضغط هو مرض مزمن ويجب الاستمرار على العلاج والرياضة والغذاء الصحي للحد من المضاعفات. أما عند المصابين بمرض الربو، أولاً اعتقاد بعض المرضى أن هناك اختلاف بين حساسية الصدر ومرض الربو، والحقيقة أن كلاهما مرض واحد وإن اختلفت المسميات. ثانياً، اعتقاد بعض المرضى أن البخاخات المستخدمة في علاج الربو تؤدي إلى الإدمان، وهذا غير صحيح. والصحيح أن جميع الأدوية المستخدمة في علاج الربو لا تؤدي أبدا إلى الإدمان. ثالثا، اعتقاد بعض المرضى بأهمية الأكسجين عند زيارة الطوارئ في حالات الربو، وهذا الاعتقاد خاطئ. فمعظم حالات الربو لا تحتاج إلى أكسجين عدا النوبات الحادة. رابعا، اعتقاد بعض السيدات الحوامل بتأثير الأدوية على الجنين وعدم استخدام الأدوية أثناء الحمل، وهذا غير صحيح. والصحيح بصفة عامة يمكن القول أن معظم أدوية الربو آمنة أثناء الحمل، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب المشرف على الحالة كطبيب النساء والولادة أو طبيب الأمراض الصدرية. أما عند المصابين بمرض السكري، فيعتقد بعض المرضى أن دواء الميتفورمين الجلوكوفاج منظم للسكري وليس دواء فعالا لعلاج السكري، وهذا الاعتقاد خاطئ. فالميتفورمين هو من أهم الأدوية المستخدمة في تخفيض نسبة السكري، وهو العلاج الأساسي نظرا لتقليله من خطورة المضاعفات القلبية والوفاة الناتجة عن ذلك. ثانيا، يعتقد بعض المرضى أن لديهم سكر خفيف، والصحيح أنه لا يوجد سكر خفيف أو شديد. فإذا كنت مصابا بالسكري ولم تلتزم بنصائح الطبيب والمتابعة للتحكم في نسبته، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات صحية. ثالثا، يعتقد بعض المرضى أن صرف الأنسولين كعلاج يعني أن المريض فشل في الالتزام بالحمية والأدوية، والصحيح إن طبيعة السكري النوع الثاني في بداية تشخيصه يكون فيه نسبة من الأنسولين، ومع مرور الوقت تقل نسبة الأنسولين كليا ولا ينتفع بالأدوية التي تؤخذ بالفم، ويحتاج المريض إلى أخذ الأنسولين. ولكيفية الحصول على المعلومة الطبية الموثوقة، أولا المعلومات الصحية التي تحصل عليها من الإنترنت مهما كانت دقتها هي ذات طبيعة تثقيفية وتوجيهية ولا تغني عن مراجعة الطبيب المختص. ويمكنك بالطبع أن تذكر ما وجدته لطبيبك، ولكن اترك له تشخيص حالتك النهائي والعلاج. ثانيا، المعلومات الواجب توافرها على أي موقع لتستطيع الوثوق به، أولا أن يكون هناك إشارة واضحة إلى اسم وطرق الاتصال بمالك الموقع. ثانيا، هل الموقع موجه للمرضى أم للأطباء والصيادلة؟ ثالثا،
متى تم آخر تحديث للمعلومات المقدمة على الموقع. ولمزيد من المعلومات الصحية ننصحك بمتابعة الحسابات التالية: حساب موسوعة الملك عبد الله التابع لمستشفى الحرس الوطني، حساب التثبيث الصحي التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ثالثا حساب مدينة الملك فهد الطبية.